مو بهذا الشكل واقف له بالباب. يعني شو تسوي له الذبحة؟ الذبحة. لكن أنا أسألك أبو عقارات الدولة، عندك إحصائية بعقارات الدولة شقد؟ تقدر تطلع المسؤولين والكبار والمتنفذين وحبايب المسؤولين الحبابات أمهات السيليكون، تقدر تطلعون وترجعون عقارات الدولة؟ خالد علوان أيضا مناشدة من مجمع الصالحية أيضا يقول أستاذ نجم، المحضر التثبيت للشقة الواحدة بيعت على اعتبار مخدومة بالتبريد المركزي والماء الحار والبارد والغاز واصل إلى الشقة، وقد قسم التثمين إلى ثلاث أثلاث، ثلث للبناء أي الطابوق والإسمنت والأبواب والشبابيك، ثلث للتدفئة والتبريد والماء الحار والبارد، أو ثلث للغاز والأنابيب باصل الشقة. هذا التثمين في زمن وزير المالية باقر جبر، وعند مقابلتي أيد هذا الموضوع أمام جمع من ساكني المجمع، إلا أن الشقق الآن غير مخدومة، لا غاز لا تدفئة لا تبريد لا ماء حار، يعني اثنين من عقد البيع استنادا للتثمين غير موجودة. الشقق السكنية تقادم عليها العمر الافتراضي، وأنها الخدمات الساكن فيها يخدم نفسه. طنية خالد شلونك؟ أهلا يسلمك أستاذ نجم الطيب. شنو مشكلتكم بالصالحية؟ تردون تشترون؟ تردون تبيعون؟ أستاذ نجم، المناشدة من مجمع الصالحية السكني في بغداد إلى قناة التغيير من خلال الأستاذ نجم الربيع المحترم. حياك. أشرح لك نقاط عندي مختصرة بس يعني. إيه على السريع. إيه. تم البيع حسب القرار 198 إلى موظفي دوائر الدولة وبعض الشاغلين. القرار لا يوجد فيه أي التزام قانوني في الغرامات. تم التغريم يعني الغرامة 2000 دينار في اليوم، وبعد يعني تصاعدية خلال سنة وسنتين عن شنو؟ عن شنو يومية 2000؟ الغرامة 12000 دينار عن شنو اليوم الواحد؟ غرامة عن شنو؟ يعني إذا ما تدفع، إذا ما تدفع القصد اللي عليك السنوي، القصد السنوي إذا ما تدفعه تترتب عليك غرامات. أي لازم يدفع القصد. شلون إجت هذه؟ ليش ما يدفع؟ شلون إجت هذه التلكؤ؟ أي التلكؤ إجى من خلال يعني الموضوع اللي حصل خلاف بين الأخوة الكرد والحكومة في حكومة المالكي، اللي صار إنه هوشيار زيباري ما قام يداوم بالوزارة في وقت وزارة المالية. أنت لازم تقدم طلب مالية إلى وزير مالية حتى، ولا وزير مالية صار زين وزير مالية أي وقتها. أي المهم فلازم تقدم له طلب حتى يقول لك روح ادفع. هو ما قام يوقع بريد، اتلكأت العالم. بعدين الموضوع صار انه كورونا والوضع الاقتصادي وكذا، يعني صارت وداعش، اتلكأت العالم. احنا اخذنا قرار، رقم القرار 165 لمجلس الوزراء بجدولة الديون على الساكن. يعني انت مثلا مطلوب حكومة الكاظمي يعني القصد مالك. نعم. ايها سوالي المشكلة، الدولة تشتغل بهذا القرار لو لا؟ ما تنفذ عقارات الدولة، ما تنفذ. ورغم كتب الامانة العامة المجلس الوزراء تأكد تقول لهم يا بعملوا بهذا، ما يعملون. يعني موضوع تسويف واذية وارهاب للناس. عقارات الدولة دقيقة، عقارات الدولة نعم ما تنفذ قرار. نعم. 165 من مجلس الوزراء وكتاب الأمانة العامة. نعم. لمجلس الوزراء. نعم. ما تنبذ. ما تقبل الجدول الديون عليكم وتراكمت علينا الديون، وأصبح الساكن ما يقدر، يعني بحيث القصد ماله صار متراكم مثلا لمدافع 3 سنين 4 سنين 5 سنين، وهذول عوائد وراء أنتم خلصت كورونا دفعتوا لو ما دفعتوا؟ نعم. هسا تدفعون ما ينطيهم. أنت مو أنا عندي قرار وأروح أقول لهم يا ما تجدولوا لي، ما يقبلون. يقول لك هسه تدفعون لو ما تدفعون؟ ما نقدر ندفع. يقول لك تعال اعطيني مطلوب مثلا غرامات وأقساط 50 مليون اعطيني اياهم، 75 مليون منين يجي؟ ايش قد يجاكم انتم الشهر؟ 165 اعتمدنا عليه. ايش قد واحد هو بالقانون؟ ايش قد مطلوبين هسه؟ مطلوبين يعني أقل رقم مثلا فد 4 أقساط، القصد مثلا خلينا نقول قد 7 ملايين 6 ملايين وضربه، ما يقدر زين. انت كل الصالحية هيك شلون
هو قاتل. انتوا ناس وناس لو كل الصالحيه. لا اللي يدفع يدفع، اللي عنده متمكن يدفع. ان 2400 شقه، اللي ما يدفعون 1400 شقه. زين ماشي، انا اشكرك. الاخوان بعقارات الدوله سمعتوا قصه الناس، كل العالم تعاطفت بقضيه كورونا اللي صارت، واحنا عندهم قرار نفذوا لهم قرار الدوله، يعني اذا مجلس وزراء يصدر له قرار غير لازم يحترم، الامانه العامه تصدر له قرار غير لازم يحترم. زين انتم عقارات الدوله تختلفون، هسه انتم على هذا المقروض، هذا المقروض تردون منه. لكن انا اسالك ابو عقارات الدوله، عندك احصائيه بعقارات الدوله ايش قد؟ تقدر تطلع المسؤولين والكبار والمتنفذين وحبايب المسؤولين الحبابات امهات السيليكون، تقدر تطلعون وترجعون لعقارات الدوله؟ تقدر؟ تقدر تطلع وياي ببرنامج علني امام الراي العام عن عقارات الدوله وما يصير بعقارات الدوله؟ نقدر نسولف بحقوق هاي الناس وكيف انتهكت عقارات الدوله ولمن صارت عقارات الدوله ومنو قاعد بعقارات الدوله وكيف تستحصل اموال عقارات الدوله؟ ذولا عندهم قرار نسبوا لهم، وحتى لو ما عنده قرار بمجلس الوزراء الضمير الانساني يستدعي. الدنيا انهجمت بكورونا، لازم تساعده. ما هسه الناس تطلب الدوله، صار لها سنين، صار لها سنين تطلب الدوله والناس ساكته، وقسم منها شهداء، وانا حكيت بهاي الموضوعات مو بهذا الشكل واقف له بالباب. يعني شو تسوي له الذبحه؟ الذبحه هذا الفقير توقف له بالباب، اذا ما تجيب ما تسدد. زين لا انت تاخذ منه اقساط هسه وتحسب عليه دين معين، ولا تقبل الجدول الذي انا وهو ما عنده، تردون تشيلونه؟ زين يشيل حتى يطلع تظاهرات على الحكومه ويسب الرئيس ويسب الحكومه؟ هيك انتم حارسين على مال الدوله؟ لو عندكم حرص كان عرفتوا عقارات الدوله يا هل قاعد بيها.